يقول السائل: كيف نجمع بين اختلاف العلماء في بعض الفتاوى وجزاكم الله خيرا؟ اختلاف العلماء بحسب الأدلة التي ظهرت لهم، والاجتهاد يختلف والمدارك تختلف، والخلاف الفقهي أمر واقع ولا بد منه، لأن أفهام العلماء تختلف، وبعضهم يبلغه من العلم ما لم يبلغ الآخر، بعضهم يبلغه من الأدلة ما لم يبلغ الآخر، بعضهم يتضح له من الدليل ما لم يتضح للآخر. فالخلاف موجود، الخلاف في الفقه موجود، ولكن علينا نحن أن نأخذ ما قام عليه الدليل، نعرض أقوالهم واجتهاداتهم على الأدلة، فما وافق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه. نعم.